بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. التقرير بعنوان SL Protocol SSH. أعداد الطالبات علي رشيد بإشراف الأستاذ أحمد ستار الحسيني، كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، قسم البرامجيات. اليوم راح نتكلم بصورة عامة عن البروتوكول SSH. هو البروتوكول اللي يتم استخدامه عادة حتى نعمل عملية التحكم بالسيرفر عن بعد، ولكن قبل ما نتكلم عنه لازم نعرف انه هو مشابه للبروتوكولات اللي هي ال HTTP وال FTP وال HTTPS. ال SSH يعني هو اتصال مشفر. لنفترض انه عندي جهازين يعني اللي هو الكلاينت والهوست اللي هو السيرفر. ال SSH راح يستخدم قناة مشفرة بين الجهاز والهوست. هسه راح نعرف شنو هو ال SSH. هو Secure Shell، هو بروتوكول شبكة يستخدم لإجراء عملية على خدمات الشبكة بشكل آمن عبر شبكة أقل أمانا مثل الإنترنت، وراح يوفر قنوات مؤمنة للدخول عن بعد إلى أي نظام. هنا راح يقول يمكن تأمين أي خدمة على الشبكة بواسطة الـ SSH. يوفر خيارا أفضل للمصادقة من خلال تنفيذ تشفير قوي البيانات عبر شبكة بنية خادم العميل. يوفر قنوات آمنة من تطبيق العميل إلى كمبيوتر الخادم. إيش راح نعرف بعد؟ إنه هو تم تصميمه كبديل البروتوكولات التقليدية مثل TLNet التي تم استخدامها للوصول لأجهزة الكمبيوتر عن بعد. لم يتم تأمين البروتوكولات مثل TLNet، وأن كلمات المرور المرسلة على الشبكة مكتوبة بنص عادي ولم يتم تشفير البيانات. البيانات المرسلة باستخدام بروتوكول SSH مشفرة للغاية، ما يجعلها أكثر أمانا من خلال ضمان سرية البيانات وسلامتها عبر شبكة غير آمنة مثل الإنترنت. هنا أيضا عندي How does SSH protocol work؟ راح نقول كيف تعمل بروتوكول SSH. هنا راح يحكي لي شوية شرح. راح يقول إذا كنت تستخدم لينوكس أو ماك فإن استخدام الـ SSH راح يكون بسيط جدا. ويتكون الأمر الـ SSH هنا عندي من 3 أجزاء مميزة، اللي هي الـ SSH host، وأيضا اليوزر. يوجه الأمر الـ SSH كي نظامك الذي تريد فتحه اتصال آمن مشفر. هنا يدي يقول شوية شرح مبسط. هنا عندي المستخدم راح شي مثل هذا الحساب الذي تريد الوصول إليه. بعدين هنا uses of SSH protocol. هنا عندي استخدامات البروتوكول SSH. هنا عندي العديد من استخدامات الـ SSH اللي هي أول شيء راح نذكرها. أول شيء راح يوفر وصولاً آمناً إلى الأنظمة البعيدة. بعدين شنو النقطة الثانية؟ راح يوفر تمرير الأوامر على المضيف البعيد. النقطة الثالثة راح تقول من خلال الـ SSH راح يمكننا إدارة البنية التحتية للشبكة والعديد من مكونات النظام المختلفة. وهنا باستخدام الـ SSH راح يمكننا نقل الملفات باستخدام نقل ملفات الـ SSH مثل الـ S الـ FTP أو بروتوكول النسخ الأمن اللي هو الـ SCP. وهنا أيضا راح يتم استخدامه في الحوسبة السحامية لتوفير الأمن. بعدين ايش عندي؟ آخر شيء هو عندي المصادر. وهنا أيضا هذا السؤال اللي عندي اللي هو why we use the SSH protocol، يعني راح يقول لماذا نستخدم بروتوكول SSH.
خلاص هو هذا الموضوع.